من بعد إثارة الجدل اللي تسببه حفل الفنان راغب علامة في مهرجان أقيم تحت شعار دعم الفلسطينيين في تونس، واللي تخلله سلوكيات غير لائقة لمعجبات الفنان على المسرح، انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد بعض المهرجانات الفنية التي تقام في بلاده مؤخراً بالقول إنها لا ترتقي للذوق العام. وكان هذا التصريح بعد ما اعتلت المسرح قرطاج الأثري إحدى المعجبات بالفنان وراحت راقصة وتغني معه بطريقة وصفها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها مستفزة. كما انتقدت اختيارات الفنان الأغاني الرومانسية بدلا من القصائد والأعمال الفنية المناصرة لفلسطين بحسب طابع المهرجان. I'm not afraid.